اهلا وسهلا متابعي ومشاهدي جريده عبير مباشره من الدار البيضاء والضبط من درب عمر. كنا عند صاحبنا عند سعيد قصريه الادريسه دي زين. جينا عند الصديق ديالنا لقينا عنده با عزيزي. با عزيزي مرحبا بك معنا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك با عزيزي. بغيناك تحدث لنا على الاعمال الرمضانيه في الوقت ديالكم في الوقت ديالنا حنا. ايوا سيدي تيقول واحد المثال، كل زمان مواليه وكل زيل وزيلو. المعقول. انا اعوذ بالله بالقول تاع 1940 في الوقت اللي بدينا تنعرفوا. يعني با عزيزي تبارك الله سمح لي قاطعك، دابا شي 86 سنه. 83 سنه. 83 تبارك الله. يا سيدي ومتزوج وعندي دابا 10 ديال الوليدات. تبارك الله. وصلت يصلحهم لك. ولاد ولادي 24. 24 طلعت عليه بغا باللي ميرو. با عزيزي تبارك الله دابا عندك جوج فراقي الكره. ايوا الحمد لله. هذا بفضل الله تعالى. فضل الله تعالى العب سيدي. اما من ناحيه سيدنا رمضان كما قلت لكم كل زمان وماليه. اييه. كان في ايام الحلا رمضان تيستعدوا للناس يستعدوا ليه قبل بشهرين وثلاثه. وتتحس بالريحه ديال رمضان راه جاي. وكان العطف الحلال والصدقات وواحد يقلب على حبيبه والزار يقلب على زارو وما يتعسى هذاك حتى يشوف زارو واش تعسى ولا لا. وعدات وعدات مسائل. ولكن مع الاسف بدات شويه التغيير بشويه شويه. وهي في الحقيقه مني كثر تبارك الله البصر والقناعه ما بقاتش والعطف والحلال ما بقاتش. وزاد وقت ديال اللهفه الواحد اللي عنده ما قادوش. وكان اللي تيبي كان اللي عنده تيقول او يلا انا وصلت وناس الاخر داير خير مني انا. شي تيحاول كاين كالبكري الانسان اللي عطاه الله تيقنع به. دابا لا جيبوا عامر وتيقول لك شي ندير خير من الاخر. والله يهدي ما خلق. وبا عزيزي غادي ندوزو معاك للفن. شتي بان لك ما بين الفن بين الماضي والحاضر الاعمال الرمضانيه اللي كانت شحال هذه واللي كاينه دابا. هذه قضيه اخرى. المعقول. اسيدي في ايام اللي بديت انا تنعمل المسرح في 1952 مع فرقه الباس العلاج وبوسع البيضاء والمجموعه كل رمضان تنستعدوا ليه تنحفظوا خصيصا السكيتسات ديال رمضان باش نضحك. ديك الساعه كان غير الراديو ما كان لا تلفزيون لا والو. ومن بعد اسيدي ملي ولا التلفزيون كانوا البرامج ديال التلفزيون البرامج كان هذاك الشيء غير كحل وبيض. الوري بلو. وكان سيدي السكيتسات على حقهم وطريقهم. ولكن كان الرقابه. كانت الرقابه. كانت الرقابه الى ما حفظناش وقادينا وتزيد الرقابه تصنت ليلة عاد باش اللي تصلح ايه اللي تصلح تصلح واللي ما تصلحش يقول لك هذه ما كاينلاش. ودابا اليوم اشنو هو الرقابه؟ بشويه بشويه جا التلفزيون كولور. ايوه. بدات الناس تشغل. شي شويه بدا العطف والحلال تيقلال شي شويه. من موراها سيدي ملي خرج هاد المواد هاد 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 الشيطان اللي خرج دابا ديال البورتابل ديال كلشي تشغل. واصل الراجل هو ومراته واربعه د الولاد ولا خمسه كلها داير تليفونه بوحدو. هادشي بزاف. وما بقى حتى حاجه ما تيستافدوا منها. يالله الله يسر ولا انتقامات. ولا واحد الا بغى ينتقم من الاخر تيمشي يصور ليه ولده ولا اخته ولا مرته ويقول له الا بغيتي التصويره ضو اعطيني قدا وقدا. والحمد لله الحمد لله اللي المخزن اللي فاق بهذا الشيء ولا داير حد لهذا الشيء. لو كل ما كانش المخزن ديال الحد لهذا الشيء كون غادي يولي كل شيء شي تيقتل وشي تيذبح وشي تيسلخ. ايوا نرجعوا للكلمه الاخرى كل زمان وماليه. واللي نطلب الله تعالى الله يرد بينا جميعا والله يصلح لنا جميعا وسيدنا الله ينصرو والله يزيد في مداده. راه تيجري بالليل بالنهار بس تصور امور وتقاد الامور وتكون الناس فرحانه وسعدانه. والله يحفظنا من شر الخلق بنو اذى والعفاف والكفاف والغنى عن الناس. واللي كرم الله تعالى تيعطيه الصبر والقناعه. والسلام عليكم. سعيد خويا اخو السي سعيد قول لي يا سي سعيد
شحال وانت تعرف بو عزيزي وشحال وانت تتفرج بو عزيزي؟ هز الميكروفون. السلام عليكم، رمضان كريم عليكم بالخير والتيسير. بالنسبة لبو عزيزي واحد الرمز غني على التعريف. بو عزيزي أنا دابا عندي 50 سنة باش كنعرف بو عزيزي، يعني بو عزيزي التراث ديال البلاد. هاد النوع ديال القرض ما لقاوش بحالو، لأن عطى الكثير، عطى بماله بصحته وضحى. لأن في هاد الصعيب مساعد الإقصاء ديال بحال هاد الفنانة الكبار بحال نور الدين بكر الله يرحمه والناس اللي عاشوا مع هاد السيد هذا. نعم. كاين الإقصاء ديالهم باش يقصيهم. نعم. تنشوفوا في التلفازة تنشوفوا الأفلام ديال الدار. نعم. مكتوب بلا تجبد الشيخة تنشوف الحوايج. هو تدريجيا كيقول لك واحد المثل باك صاحبي. كاينة. هو الفن ماشي فن، أنا كنسميه هو عفن. لا فن. لأن الكلمات اللي كتخرج من الحنجورة غير لائقة بلينا حنا. حنا كنا كنتصنتوا واحد الوقت بكري في الثمانينات والتسعينات والألفين، كانت التراث كتصنت الرقابة كما قال بو عزيزي. الحاجة قبل ما تخرج في التلفازة تدوز في الرقابة باش يشوفوا واش كاين. نعم. دابا حنا ولا تتفرجوا في الشيخات وش تتفرجوا في هذه بجوج. كتسمى هالعيطة هذه منا أسماء ديال العيطات، ماشي حنا عمرنا ما سألنا في حياتنا. وهذا النوع هذا خاصنا ما نفرطوش فيه، لأن بو عزيزي راه كنز لا يفنى. بو عزيزي راه بحال ذاك الجبل. حنا اليوم جينا لدرب عمر عندك القيصريه الادريس لقينا عندك. مرحبا. عزيز وغالي بو عزيزي، اعتبره الاب ديالي. هذا الاب ديالي وكيجي عندنا لدرب عمر، ودرب عمر كله عزيز عليه بو عزيزي. كله عز عليه بو عزيزي، غني على التعريف. الله يعطيكم الخير. ما صورته ما كتمحاش من الذاكره. ما عرفنا شكون السابق. ونتمنوا فيه الخير نشوفوه. تيكبروا اجيال ديالنا. سعيد رسالتك اخويا للمخرجين والمنتجين باش يعطيو واحد يعطيو بحال الناس حقهم. اتقوا الله في الفنان الكبار. اتقوا الله في الفنان الكبار اللي عطاو العطاء الكثير وضحوا باموال ديالهم وسمحوا في اولادهم. ما كبروش اولادهم. هاد الفنان الكبار ما كبروش اولادهم، ما عاشوش مع اولادهم. كيخرجوا رحلات. ديما خارجين اسبوع شهر شهرين ثلاث شهور. بو عزيزي عنده 10 ديال الوليدات وعنده 24 حفيد. ما شاء الله. رئيس عندك فرقه ديال رئيس جمهوريه المغرب هذا. والله العظيم هذا راه كنز، هذا تراث، هذا الله يخطيه لنا، الله يخطيه علينا. ويت الله يوفق لنا وعلى سيدنا، الله ينصروا لينا، الله يشافيه لينا، لان قدوه لبلادنا، ملكنا الحبيب الغالي بيه باش يغادر البلاد، لا يضرنا فيه. عاش سيدنا وعاش الملك، وتحيه الاسره العلويه. ومالكنا المحبوب ديما غالي، وبو عزيزي راه غالي. الله يعطيكم الخير. وتهلاو في الفنانه.